عليكم. زار وزير السكن والعمران والمدينه سيد محمد طارق العريبي، اذا زار ملعب حسين عيسى حمد بتيزي وزو برفقه والي ولايه تيزي وزو، حيث انه وقفوا على اخر الرتوشات يعني قبل الافتتاح الرسمي للملعب، واللي فيه ملحقات جديده تم معاينتها من طرف إذن الوزير، وتتعلق بمركز للإيواء شبه فندق ملحق بالملعب، إذن تم افتتاحه إذن بهذه المناسبة. نخليكم تابعوا الفيديو حول هذه الزيارة ويعني حول الحالة الرائعة التي وجدها يعني حالة الملعب وحالة الأرضية خاصة بعد العمليات الصيانة إذن الضوئية للملعب. نخليكم تتابعوا الفيديو والسلام عليكم.